واخا نجاح نورا لولتيتي غمس الجزء الاول المسلسل نبابا علي غير المشاركه سمس انت مغارت اكيد ونا زورنا مقور سي عبد اللطيف عطيف تسكن ميا الثنائي كان جد جميل تخلق ميا الجو كان رائع جدا الشهاده الجميع بطبيعه الحال الجمهور اللي كنت تابعا سؤال الجمهور يعني اللي غادي يشكل الجزء الثاني المسلسل كانت نرتقل نص نورا لولتيتي فدات دي تبين من بعد دورت نزرع تاكرا مسن ندور وجديت باين تاكرا مسن كلينتيني كرا الحاج تغمس البلاطو الجمهور يفوق داري تسخسا علاش يعني انعدام من المشاركة نورا لولتيتي غير المسلسل غير الجزء الثاني فوق حتى جات تصريحات منهم ينتصريح غير دنيت قبل قبل انه غالي اني غالي احتمال انه يشقى هاد الخدمه مدام ولا تقاضى غير الاجر شكون كي الوقت اللي خدمه غمس المسلسل خدمه خصني الثمن اللي كي كانسانه كنورا لولتيتي اللي غدو شكير باش غالي ني انا كنساهم في عمل وطني ما عنديش الفلوس باش نساهم في عمل امازيغي وطني نساهم بانني ما نتخلصش ونتقبل على داك الثمن اش كيختار ريغ كيف ربي من ري يخدم ولكن غيلا اللي خلى المردوديه الماديه للجمهور يول المسلسل اللي قالت نحي قلنا زايده البيدجي من حقها تخلصها غتوضى البركه الحاجه اللي كان من لقاء نغهاتي بالرغم انه كميه تتقد شهيده ما يتفرج نتيجه شهيده انه سوى في المشاكل الدومين مشاكل المنتج شخصيا نحن المنتج راه زيد تحت عين لابيل دوفر دغيا هاتي رمضان ها لابيل دوفر يعني ما نك البريباراسيون لا الممثله اللي شتا كورايت وحق الله العظيم وريت توفر تفنلق حتى باش ضحوا في فرن لوكال هنفتر غير عاد حسلت يعني شكون المنتج الا في لاص الضغط سولح في المشاكل المنتج يعني ورقيح انانيه سولح في غالي لان ولكن تي سي غير خدنا صافي انولي نورا ما غتخدمش معانا غرانا ماشي يجيب نورا ماشي يجي لا موري غران ابتداء بناء على داك التصريح ودني وين نورا باش استرسلت لنا نورا وما دام بناء على داك التصريح ما استسند ما تصريحان مثلا كان السبب ما فورت اللي مثلا غير المسلسل اتيت لك ميت جمعت انه بناء على داك التصريح شكون ما رايق في نظرك ما داك سكرح نكي باش نكي في نظرك ما راد سكرح نكي مثلا باش يحيد ما راد نسكره وكل حاجه الكاميرات قلب المرزغي المخرج المرزغي يكرم امي بالضحك بطبيعه الحال يعني تحترم اي واحد يعني انت كانت صح عشان شكون ستوري سي بلاد محتاسه يعني ما داك سكرح نكي سرب حاسن كرامه ما درت شي حاجه يعني علاش انه بنادم ابتدى سورت غرت يعني دونك تبنيت على هذه الحاجه شكون غنسنح غير اللي سكر كمي كدنيغ مني فوغت سي التصريح اسي انت مد نسغي كان هو شغلهم هذاك فهمت يعني ورسو لي ريغ حتى غياد اللي غرانني حتى انا راه امبوسي تلصق يا امبوسي راه عبد الله ماشي مشكل سير يعني ما يمكنش انت غوادت نيغي كاع السبب سنتو كان يحيد الدر سميتو تيقولتني جنوان هادو كانوا تخدمت بنادم راه التشكي قالت لنا ريت التشكي ريت تيري هذاك ناض غانكرت حباس حما ديش كي بنادم ديالنا اجي الدري يشكي حتى انا ديالنا ولا تي سلا غنطز في الطورناج جوج غان كلشي غالي مو كلو سلا غادي تكاي لنا غان وريقه سبب وريقه سبب تمنى انك وريقه كاي كان السبب عرفتي انا سنتو كان ناس نودي غير وكانوا ترى ما ديتها ديتا من راسي انت تفكر مع انه استتلغي محمس السيناريو انت يعني هما جاتهم بسيطه تنكي تقاي بسيطه الصراحه شكون تنكي ورد الزرح فما سنتو غنج الظروف اللي حيزري شكون حتى الظروف شقان شي شويه ولكن انا ذاك ربما غمس الحوار نورا تكسيتني ان الاجر كاع زعما اجر لي كان مقبول اشكو هكا اللي كنت اللي كنت مسقصه مثلا اللي مسقصه غير نزرنا انا كان الاجور اللي ديال لي فوق قبل غير صحيحه وانا تنظم اجور اللي يغلين في الاجور اللي دي فوق غمس لافيش اللي ستني كانت تسراب العام اللي زرين بس مش كواسي في زرين البحر نجيت فين والجور داك هنا بركه فهمت يعني ما الفلوس هي ضروري اقتصادي تزيد شكون كاين على الاقل هذا الكمغ انه ارتمز حياه لصوم اي المشهد
وش تقام واحد دا ركتيني نربي تمن هذا الدركي لان وش تسنمش كان نقيس تقيس شهر يعني يجد شهر يجد سن عرفتو تارت أفلاك تحكام في الظروف غن غينا غين تسكوسي لما غين تمرتي لما غين تخصي كان غالي المود دوفين كياتي ماشي وماشي ماشي غير كريس تعيش غير مدينة سرت تعيش تغن ما سن غين دارك مصاريف دارك بزاف الحوايج غير غير كتنشف البشرة دي مش الكريمة كي تخصي يعني بزاف الحوايج توسوت دوام أبار يعني غير نوري غير وين التورناج أغجون دبوش لي دار كيتيني نهما سنغين يعني دونك ما تستافد حنا كاين ما رداوي غير مكاني لي دونك غاين اللي لاغف كان المبلغ اللي لاغف كان ايكا بسيط بزاف كوني راه نفتو هاكو دائما فما فنحمد ربي نشكر هاكو دائما تيني انه نساهم حيا العمل وتنسني سرا يسكر سرا يسكر الدجا او تسنح الدجا يا الناس تيكان دونك غير هاد اللي حنا نكمل هدف حي خصهم تخلص مزيان خصها تنكون انا دلا هاكو زايد البيدجيه دنا في غاليه اللي راه تي اكيد وكايون راه ما خاصكش تضيع الناس اللي وقفوا معاك في العمل يخصها الصغر تفكتاس الحق صافي وما بقاش كاع تعيط عليه عيطي حقه غير مره واحده انت وما تبقاش تعيط عليه كاين باش تلغيه تبقى شي شويه تفهم ما نكتب ما ني خير راه اللي غير انت فيت يعني اللي انت فيت الالغاء قلت نيت يعني شقا انت في الالغاء ملي كتسوين كيم دوغايون اول كلمه تتمام دوغايون مثلا الا كرا الاتصال تغريتي كرا كرا التواصل لا كرا ردة فعل لا غنفتاس ما سنتورناج انت ما غرت انتي لاس يعني نصور هاد الممثلين اللي نفس يصورين غا ما سنتورناج بحال مش كان كوني بحال نزل كوني وسي وسان تنتني فتا فتا نسرو بيراج فتا نسا سميتو المهم لما قرت مش كان درنا على سلي سكوس سما سنغير لها نتصور مردة مني حسي غنه زعما اللي غير اللي غير الانتظارات تقل غرتيني غا والله اعلم هو ما خ... ما غير عمليين كاين ميدن طفل العواقيل نغرني شي لا مش كان وانا نسيت انه تفرق الادوار انه يتحسم غمس المسلسل فغنا كاين ارتيني ارتيني وليت بيد ربي كيف ما هي اصلا كي كي هاد اللي المصروفين يقاز دار سيدي ربي لا رزق كلشي هو فوسن ربي غير هو انت اللي تيني ما كنتقدر شي شويه يعني دونك كي نكي كل غير اللي وتغن كاين ولي ما تيقدر حسي قله التقدير درت تاني غير انه خصني كاع نورا جي دابا انت هضري مع راسك كاع وردو كاع ما نورا صافي ستوب ما بقاش غادي نعطي بلا ما ناخذ تشكيت تشكيت تسكرت الحشومه تنيت انه مدني كاني مزيغ كاني تمازير تقين كذا 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 مدني لا تربيتي ان انا مي ربي سولت تسكرت الحسابنا صافي الجر وقتا كاين كاين شكون ما يمكنش شكون تقبل بزاف الحوايج فوق انا انا نولي زريني نتنيت المثل الاول هادي انت ناري في الفلاتي في تحت تنكي يعني ما يمكنش غير تريت المحبه التقدير صغير اللي تيغيت في تتورقي حل عدو تيرت الخدمتين وكاين عرفتيني هادي حتى بنادم ما عايش ليه ماشي وتحب بزاف في الحوايج حفله ني حد شي ما غاديش يمرضني صرت حتى سلاغ لحياتي نو غير كليسي اللي تفتو غير كليسي خصها تفتو انه كي حيت الانسان اللي يريفتو في جيج فوق عيون صار تصاد سافرت فوق قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في